أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كانت الخضروات والفواكه معدة للبيع فهل يجب فيها الزكاة؟ نعم، هذه عروض، المعد للبيع هذه من عروض التجارة، تجب الزكاة في قيمته. نعم. وكذلك يقول في سؤاله: في شراء الخيول وبيعها هل تجب فيها الزكاة؟ نعم. على أنها عروض تجارة. كل اللي يباع ويشترى كله عروض تجارة، من الخيول وغيرها ومن الخضروات ومن كلها عروض تجارة، تجب الزكاة في قيمتها. نعم.